الثوار الذين لا زالوا موجودون تحت قمع بشار الأسد. نقول لهم ثورتكم لن تخمد، ثورتكم لن تموت، ثورتنا لن تموت، ولا يستطيعون قمعها نهائيا، بل هي مستمرة، مستمرة ما دام هناك نفس حر. ونقول للذين اختاروا أن يكون تابوتهم حذاء بشار، بورك لكم هذا الحذاء، فهو مقامكم الذي يليق بكم. يلعن الرئيس من يوم السبت إلى يوم الخميس. من إدلب إلى السويداء، الثورة السورية ثورة تستقطب كافة مكونات الشعب السوري ومرجعيته الفكري وقواه السياسي وفئاته الاجتماعي، وتستهدف طرد المحتل الروسي والإيراني وأداته السلطة العميلة في دمشق، وتأسيس نظام سياسي ديمقراطي برلماني يقوم على مبدأ المواطني ويمهد لبناء دولة وطني ديمقراطي متجسدة بدولة القانون والحق. من إدلب إلى السويداء تحية لأهلنا الأحرار في جبل العرب. أحفاد سلطان باشا الأطرش. إن الثورة مستمرة، والثورة مطلب لكل حر شريف ومن كل الألوان والعقائد والطوائف، مطلب بأن نكون أحرار نعبر عن مطالبنا وحقوقنا ونرفع الظلم. بشار.